الباب الحادي عشر قراءة الكلمات الدرس الثالث أمثلة قراءة أربع كلمات ب بس م بسم أ الله الله هي الله بسم الله أ الر الرح م الرحمة ما الرحمة ن الرحمن أ الرحي الرحي حي الرحي مي الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أ الح الح حم الحم د الحمد ل لله 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 الحمد لله ر ربي أ ال ع الع ع الع ل العالم العالم مي العالمي ن العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين إي إيا إياك إياك ن نع بو نعبو دو نعبدو إياك نعبدو و إي وإي إيا إيا وإياك وإياك ن نست نست عي نستعي عي نستعي ن نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين و أ وأ طي وأطي طي وأطيع وأطيع عو وأطيعوا أ الله الله ه الله وأطيعوا الله و أ وأ طي وأطي طي وأطيع وأطيعوا عو وأطيعوا أ الرسو
الرسو سو الرسو لا الرسول وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقي وأقي قي وأقي مو وأقيم مو وأقيم الصلاة الصلاة لا الصلاة ت الصلاة وأقيم الصلاة و آ وآتُ وآتُ تُ وآتُ أ الزكا الزكا كا الزكا ت الزكاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أست أست تغ أستغ في أستغ في رو أستغفر الله 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 أستغفر الله و أ وأ تو وأتو تو وأتو بو وأتوب إي لا إلى لي إلي هي إليه وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه وآتي وآتي ذا ذا وآتي ذا ألقوا ألقوا قر القر ب القرب ب القرب ح حق هو حقه هو حقه القربى حقه وآت ذا القربى حقه